هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. حارس القيصرية، الجزء الأول. بعد أن ينصرف التجار بعد الزبناء، يغلق العم محمد أبواب القيصرية، وقد دأب على تناول وجبة العشاء مباشرة بعد أن يطمئن إلى أن لا أحد بقي في الداخل وأنه سيد عالمه الليلي. كان يتخذ من مكان مقابل للباب الرئيسي للقيصرية مجلسا له، يرسل قطعا من الكرتون ثم جلدة كبش بيضاء تزينها شامات بنية. يتناول طعامه بعد أن يشغل راديو كاسيت قديم لونه أسود. يستمع كل ليلة إلى أغاني أم كلثوم، يحفظها عن ظهر قلب، وحين تتيه عن ذاكرته مقاطع أو كلمات فإنه يعوضها بدندنة تساير الإيقاع العام. من حين إلى آخر يقوم بجولة عبر كل ممرات القيصرية. كان رجلا أمينا، فخلال كل السنوات العشر التي أمضاها حارسا للقيصرية لم يشكو أي من التجار سرقة أو ضياع بضاعة أو مال. في الصباح في حدود التاسعة يغادر العم محمد القيصرية بعد أن يصل أول تاجر. الذين يعرفونه عن قرب يعرفون أنه لم يتزوج، وأنه يسكن غرفة اكتراها فوق سطح إحدى العمارات في حي المحيط في الرباط. عدا ذلك لا يعرف عن الرجل أي شيء آخر. في تلك العمارة قليلون هم الذين يعرفونه. يأوي إلى غرفته ضحا، ينام ولا يستيقظ إلا عصرا ليستعد لليلة جديدة في القيصرية. لم يكن يزوره أحد، وقليلا ما كان ينزل إلى المقهى المقابل للعمارة. وقد ظن فضوليون أن وراء الرجل سرا ما، كان تكتمه يستفز الفضول. رجل جاوز الستين، يعيش وحيدا في الرباط، كانت طريقته في الكلام تشي بأنه ينحدر من المنطقة الشرقية. لعل المرحوم الحاج القادري الذي كان أمين تجار القيصرية كان يعلم عنه أكثر من ذلك، فهو الذي اتفق معه على أن يتولى الحراسة ليلا. الرجل كان ضمن مجموعة من عمال البناء قاموا بأشغال في القيصرية، وقد أعجب الحاج بجديته وتفانيه في العمل، وبما أنه نال ثقة الحاج فقد نال بالتالي ثقة كل التجار. مرت 10 سنوات، نحن في العام 2000. بدأت تظهر على العم محمد علامات العياء. علت سحنته صفرة، وتراجعت بنية جسمه، وبدأ يدب فيه النحول. أغلب التجار لم ينتبهوا إلى حالته. كان يغادر القيصرية عند وصول أول تاجر. وحده تاجر الشربيل وخيوط الصقلي عبد الغني تنبه إلى أن العم محمد يعاني مرضا ما. سأله ذات صباح، ولكنه لم يتلق منه جوابا، فقد شكره على اهتمامه، وكان عبد الغني قد عرض عليه أن يصحبه إلى الطبيب. صار الرجل لا يقوى على القيام بجولاته الليلية في القيصرية، ولم يعد ينبئ عن وجوده في الداخل سوى صوت أم كلثوم المنبعث من الراديو كاسيت. سرعان ما صار يستعين بعصا يتوكأ عليها. للقليلين ممن يتجاذب معهم الحديث بين فينة وأخرى شكى ألما في الظهر وفي الساقين. ثم ذات مساء لم يأتي إلى عمله. رفع آذان العشاء في القيصرية، ولما قضيت الصلاة تلك الليلة من مارس بدأ التجار يغلقون دكاكينهم وينصرفون. في جملة من تأخر المعلم عبد العزيز صاحب محل الخياطة التقليدية، وقد تنبه إلى أن العم محمد لم يأتي بعد وأنه تأخر، إذ كان يأتي قبيل صلاة العشاء. كان على رابطة التجار أن تتدبر الأمر. اتصل عبد الغني بائع خيوط الصقلي بالعم محمد، ولكن هاتفه ظل يرن. لم يتلقى جوابا بعد عدة محاولات، وكان الحل
أن يبيت تلك الليلة في القيسارية الحارس الذي يعوض العم محمد أيام الجمعة عطلته الأسبوعية. في صباح اليوم التالي تطوع عبد الغني لاستطلاع ما حدث للعم محمد، فقد كان الوحيد الذي يعرف عنوان سكناه. يذكر أنه أوصله مرة إلى باب العمارة التي يسكن غرفة في سطحها. أوقف سيارته في باب العمارة، دخل، كانت عمارة قديمة تفتقر إلى العناية. قبل أن يتخطى الطابق الثاني التقى رجلا نازلا السلم، سأله عن العم محمد، ولما تنبه إلى أن الرجل لم يعرف من يكون العم محمد أضاف أنه يبحث عن رجل يعيش في غرفة وحده على السطح. دله الرجل على غرفته، كانت الأولى على اليمين بعد أن يتخطى عتبة الباب المفضي إلى السطح. لما وصل عبد الغني إلى ذلك الباب كان قد تجاوز الطابق الرابع وكان يتصبب عرقا. منح نفسه بضع دقائق لاسترجاع الأنفاس. تقدم إلى باب حديدي كان الأول على اليمين، يبدو أن صفيحته لم تلمسها صباغة منذ أمد بعيد، كان يغلب عليها لون الصدى. طرق الباب، طرق مرة أخرى. من عمق الغرفة سمع سعالا، يبدو أن العم محمد مريض. أطل رأس من باب الغرفة المجاورة، كان رجلا، نظر إليه ثم عاد، ولكن عبد الغني الذي لم يسمع ردا اقترب من الباب حتى كاد يلصق بها وجهه، ثم بدأ ينادي: محمد، محمد. أخيرا سمع جوابا: ادفع الباب، ادخل. بالكاد كان يسمع صوته. دفع عبد الغني الباب فوجد نفسه في غرفة هي أقرب إلى ممر منها إلى غرفة، كانت تمتد بضعة أمتار وتنتهي بجدار به باب صغير لا دفة له. في عمق الغرفة الممر سرير من خشب، كان العم محمد ممددا. المكان شبه مظلم وبالكاد استطاع أن يتبين وجوده على السرير، كان ملتحفا بطانية داكنة الألوان. حاول الجلوس. دعك مستلقيا عمي محمد، قال له عبد الغني، كيف حالك؟ كما ترى فيك الخير سي عبد الغني. في أيام معدودات صار الرجل ظل نفسه، نهض من سريره، مشى جهة الباب وأنار الغرفة. قال له عبد الغني، سآخذك إلى المستشفى. لا، الأمر لا يحتاج، لا داعي، كان صوته خافتا. أرى أنك بحاجة إلى ذلك. نهض عبد الغني، بدا له أن الرجل في حالة ضعف شديد وأنه لن يستطيع تحمل نزول سلاليم العمارة، ولذلك خطر بباله أن يأتيه بطبيب إلى غرفته تلك. سأعود بعد قليل. صمت العم محمد، عاد إلى سريره واستلقى. بعد نحو ساعة عاد عبد الغني ومعه طبيب شاب، فحص الشيخ، طمأنه، كتب له وصفة، ولما كان نازلا من العمارة أسر لعبد الغني بأن الرجل في حالة صحية صعبة وأن عليه أن يدخل المستشفى للعلاج. اشترى عبد الغني الدواء الذي وصفه الطبيب وعاد إلى العم محمد، ناوله حبة وكأس ماء. كان عبد الغني يفكر في المستشفى الذي يمكن أن ينقل إليه. أعد له كأس حليب دافئ، ولما رآه وقد استراح قليلا أبلغه بأن حالته تستوجب نقله إلى المستشفى، ولكن العم محمد عاد وأبدى امتناعه عن الذهاب إلى المستشفى. قال إن الدواء الذي وصفه له الطبيب سيحقق الشفاء المنشود. وحتى يقنع عبد الغني بأن صحته ليست بالتدهور الذي قد يتصوره جلس على فراشه، صمت قليلا ثم قال: لا تقلق سي عبد الغني، نحن في الحياة نسعد ونحزن، نصح ونمرض، ثم سنموت يوما حتما، كذلك قدر الإنسان في الحياة. في حياتي سعدت بمعرفة رجال يستحقون رجولتهم مثلك سي عبد الغني، وصادفت أنصاف رجال وأشباه رجال سامحهم الله. كان يبدو وكأنه يحدث نفسه. فاجأ كلامه عبد الغني، بدا له وكأنه يقدم للإفصاح عن شيء ما، ولكنه عاد ليلزم الصمت، وحتى يستدرجه إلى قول ما قد يكون يريده قال عبد الغني: نعم عمي محمد، كذلك هي الحياة،
نقابل خلالها أصنافا شتى من الناس، نلتقي من يسعدنا ونسعد به، ومن يؤذينا ويظلمنا، ومن ينصفنا. تنفس الشيخ نفسا عميقا، صمت حتى ظن عبد الغني أنه نام، ثم عاوده سعال، ولما هدأ قال: سي عبد الغني، أنت إنسان طيب. العفو عمي محمد، الله يشفيك. استمع جيدا إلى ما سأقوله لك واحفظه. خيرا إن شاء الله. ناولني ذاك الصندوق الصغير. أشار إلى صندوق خشبي قديم كان بجوار حقيبة سفر. لما جاءه به فتحه وأخرج منه ظرفا أبيض، بداخله كانت مجموعة من الوثائق، منها جواز سفر قديم. أخرج منه أيضا صورا ووثائق أخرى. كان عبد الغني يراقب في صمت. قال العم محمد: هل أستطيع أن أستأمنك على سر؟ لم يرد عبد الغني، كان يريد أن يعلم أولا. أريدك أن توصل هذه الأمانة إلى عائلتي. كانت المرة الأولى التي يسمع فيها العم محمد يتحدث عن عائلته. الجميع في القيصرية يعلمون أنه رجل يعيش وحيدا ولا يعلم له أهل ولا أقارب. هم عبد الغني بالحديث، ولكن العم محمد طلب منه أن يتريث. قال له: لن أدعك حيرانا، سوف أفضي إليك بأشياء أرجوك أن تحفظها. اسمي عبد الكبير وليس محمد، أنا عبد الكبير الريداني، جئت من وجدة قبل 12 سنة، خلفت ورائي زوجة وولدا لم أرزق غيره، هذا جواز سفري، انظر، انتهت صلاحيته منذ سنوات. تناول عبد الغني الجواز. في الصفحة الأولى صورة صاحب الجواز، لم يشك في أنه العم محمد عبد الكبير الريداني. عنوان سكناه وجدة. ألقى نظرة على صفحات الجواز، كانت بها عدة أختام أغلبها يسجل العبور عبر بوابة مليليا المحتلة. كانت الصورة نفسها على بطاقة التعريف الوطنية. حلق عبد الغني بعيدا بخياله، من يكون هذا الرجل؟ هل هو العم محمد الذي عرفناه على مدى 10 أعوام هادئا وديعا وخدوما، أم هو شخص آخر؟ كان الشيخ صامتا. هناك فوق سطح تلك العمارة القديمة في حي المحيط يعم سكون غريب. عاود الشيخ السعال، ناوله عبد الغني كوب ماء، ثم بعد لحظة قال له: لا تستعجل الأمور، ستعرف كل شيء، هل تعدني بمساعدتي؟ نعم أعدك، رد عبد الغني، سأقول لك كل شيء. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون مع عبد الصادق بن عيسى يأتيكم من الاثنين إلى الخميس على الساعة 1 بعد الزوال، مع الإعادة بعد نشرة 10 مساء. حارس القيصرية، الجزء 2 والأخير. ظهر ذلك اليوم ساد سكون سطح العمارة، حيث يكتري العم محمد غرفة، وبرغم المرض الذي كان ينخر جسده كان الرجل يبدو سعيدا. لقد آنس وحدته ذاك اليوم عبد الغني تاجر الشربيل وخيوط الصقلي في تلك القيصرية التي يعمل بها منذ 10 سنين. جاء إليه بطبيب إلى غرفته، وصف له دواء، وأسر إلى عبد الغني بأن حالة الرجل تستدعي نقله إلى المستشفى، ولكن العم محمد الذي تبين الآن أن اسمه الحقيقي عبد الكبير الريداني رفض بإصرار، كان يفكر في البوح بأسراره. استوى على سريره وقال بصوت به بحة: سأقول لك كل شيء، فربما أدركني الموت. لقد أخفيت هويتي الحقيقية لأنني كنت ملاحقا من أحدهم، كان شقيقه شريكا لي في التجارة، كنا نعمل في التهريب، مات المسكين في حادثة، انقلبت السيارة التي كان قد حملها بمواد مهربة كان ينقلها إلى سوق ابن درار، اشتعلت النار في السيارة، ظل حبيس الحطام ومات. سكت قليلا وكأنه يستحضر الوقائع، كان يبدو حزينا.
كانت تجارتنا رائجة وكنا نتقاسم ما تدره علينا من أرباح. لم يحدث بيننا خلاف يوما. كان الشرقي رجلا مستقيما، اشتغلنا سنوات معا، كذلك كان قدره أن يموت في تلك الحادثة الأليمة. باغت الشيخ السعال، ولما هدأ استأنف حديثه. لقد أعطيت أرملته ما كان بذمتي من ماله، ولكن شقيقه كان يريد أن أتعامل معه وأن يكون المستفيد من تصفية الحساب. ذات مساء طلب مقابلتي، اتفقنا على اللقاء بالقرب من المطار. لم يكن بمفرده، كان معه شخص آخر لم أكن أعرفه. عاود مطالبتي بنصيب شقيقه في تجارة. كنت قد سلمت أرملته كل شيء وقد أكدت له ذلك. ذكرته بأن ذلك تم بحضور شهود، ولما أيقن أنه لن يحصل مني على شيء هددني، قال إنه سيقتلني ذات يوم. احتدت نبرة الحديث بيننا. تدخل الذي معه يريد أن يضربني، قاومته ثم سقط على الرصيف، ارتطم رأسه بحجر كان هناك. حاول النهوض ولكنه لم يقوى على ذلك. رأيت الدم يخرج من رأسه. امتطيت سيارتي وانطلقت مسرعا. كنت خائفا، لم أحسب أن الذي حدث سيؤدي بي إلى الرحيل عن وجدة. علمت لاحقا أن الرجل مات يومين بعد ذلك، وأن شقيق شريكي السابق اعتقل وتوبع بتهمة القتل غير العمد. في محاضر الشرطة ورد ذكر اسمي، وخشيت أن يتم القبض علي. في تلك الليلة ودعت زوجتي وولدي نبيل الذي كان في الثامنة من عمره. قلت لها إنني راحل عن وجدة وسأعود بعد أن تهدأ الأمور، وإن سألوك عني قولي إنك لم ترينني منذ 3 أيام. كان عبد الغني ينصت باهتمام. أضاف: في حدود منتصف الليل امتطيت القطار الذي انطلق إلى فاس. رن هاتفي المحمول عدة مرات، ولكنني كنت أخاف الرد. كنت أرى على الشاشة أسماء أصدقاء وحتى رقم هاتف زوجتي، ولكنني لا أرد لأنني كنت أخشى أن يكون الاتصال كمينا. نزلت في فاس. لم يكن لي في المدينة معارف أو أقارب. كان الصبح قد انبلج. مشيت على غير هدى، ثم وقعت على ورش بناء في الطريق المؤدية إلى إفران. اشتغلت مع شركة بناء عاملا بسيطا. لم أكن متعودا على إعداد خلطات الإسمنت. كنت أبيت في الورش. في الأيام الأولى كنت كلما آويت إلى البراكة أحس بحجم التعب الذي ينالني. عملت مع تلك الشركة في فاس 2 عامين، ولما حصل صاحبها على صفقة الإصلاحات في القيسرية هنا في الرباط انتقلت معه. قررت ألا أعود إلى وجدة. كان يتمالك نفسه بينما الدموع تغالب عينيه: لا تجهد نفسك يا عم عبد الكبير. كانت المرة الأولى التي ينادى فيها باسمه منذ 12 عاما. بدا وقد تخلص من بعض ذلك العبء الثقيل الذي كان يحمله في صدره. استعاد هويته الأولى. كانت الساعة تقترب من 3 بعد الزوال. رأى عبد الغني أن عليه أن يذهب إلى القيسرية، فقد يأتي زبون لاستلام بضاعة، ثم عليه أن يذهب حتى يتمكن مساعده من الذهاب لتناول وجبة الغداء. كيف تحس الآن يا عم عبد الكبير؟ أنا أحسن حالا، آمل أن يكون الدواء الذي أتيت به ناجعا إن شاء الله. ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟ أريد أن أرى زوجتي وولدي قبل أن أموت. هل تظن أنهما في وجدة حيث تركتهما؟ نعم، أظن أنهما هناك. هل تريد الذهاب إلى وجدة؟ صمت الرجل ثم تنفس بعمق وقال: وجدة، وجدة بعيدتنا الآن. قال عبد الغني: حين تشفى من مرضك سنساعدك على الذهاب إلى وجدة. تبسم وقال: إن شاء الله. كتم عبد الغني سر العم محمد. عاده في غرفته هناك فوق السطح بعد 2 يومين. بدأت تظهر عليه بعض علامات التحسن. سلمه قدرا من المال مساعدة من تجار القيسرية.
سأله إن كان قرر الذهاب إلى وجدة. سأحاول الاتصال بزوجتي وولدي، إن تسنى لي ذلك طلبت منهما أن يأتيا عندي إلى هنا. هل لديك وسيلة للاتصال بهما؟ أخرج من صندوقه الخشبي الصغير ورقة بها رقم هاتف البقال الذي كان يتعامل معه. طلب من عبد الغني أن يحاول الاتصال بذلك الرقم وأن يسأل عن نبيل ولد عبد الكبير أو عن أمه جميلة. شكل عبد الغني الرقم على شاشة هاتفه المحمول، إنه يرن. ثم جاء صوت رجل، علم منه أن نبيل سافر إلى بلجيكا وأن أمه ما زالت حيث كانت. كان العم عبد الكبير يتابع الحديث، وبقدر ما فرح لكون زوجته ما زالت حيث تركها بقدر ما أحزنه أن ولده صار بعيدا. لما تحدث عبد الغني مع جميلة حصل منها على رقم هاتفها الخاص ووعدها بالاتصال بها قريبا لأمر يهمها. انتاب العم عبد الكبير شعور غريب، تلك التي أحبها وتزوجها وأنجب منها ولده الوحيد ما زالت تنتظره. 12 سنة مرت على هروبه من وجدة. ناوله عبد الغني الرقم، قرر أن يعود إلى وجدة وليكن ما يكون. في الصباح نزل السلاليم يتوكأ على عصا، حمل دواءه ولا شيء آخر. محطة الرباط المدينة قريبة، اشترى تذكرته ونزل يمشي ببطء إلى الرصيف. انتظر نحو ساعة، كانت 11 لما انطلق القطار. لم يغمض له جفن طوال الرحلة. في حدود 10 ليلا كان القطار يدخل محطة وجدة. غادر المحطة وتوجه إلى مقهى قريب. في الرباط وقبلها في فاس كان يحس بأنه في أمان، هناك كانت علاقاته محدودة. أما الآن فإنه لا يراهن سوى على لحيته الكثة والشيب الذي غزاها كي لا يثير الانتباه. هو في مدينته وقد يفتضح أمره في كل حين. فكر أن يتصل بجميلة ولكنه تراجع، خشي أن يتسبب لها في صدمة. قرر أن ينتظر إلى الصبح فيقصد منزل أصهاره. كان المؤذن ينادي لصلاة الصبح لما مرت من أمامه سيارة للشرطة. أبطأت السرعة ثم واصلت طريقها. أحس بالتعب، أراد أن يستريح. فكر في التسلل إلى مقبرة النصارى، قصدها. في نهاية الأمر قرر أن يتمدد على الرصيف في زاوية تخفيه عن الأنظار. لم يدر كم مر من الوقت، أيقظه حارس المقبرة. كانت الساعة تقترب من 10:30. نهض ومضى إلى دار أسهاره. فوجئوا به في الباب، حكى لهم هروبه. اتصلوا بجميلة لم تتعرف عليه في البدء، وحتى بعد أن عرفته لم ترتم في أحضانه. ظل يحلم بتلك اللحظة 12 عاما. كانت تراه خائنا، تخلى عنها وعن ولدها بدون سبب حقيقي. قالت هلا، رد بأنه هرب خشية اعتقاله واتهامه بقتل صديق شقيق شريكه الشرقي. وقد فوجئ هو لما علم من شقيق جميلة أن الرجل لم يمت وأنه ما زال حيا يرزق. صدم، هل أمضى 12 عاما هاربا من جناية لم يقترفها؟ كان يتحسر على تلك السنوات التي أمضاها بعيدا عن أسرته. نظر إلى جميلة، لم تفقد الكثير من نضارتها، ولكنه عمر مضى. هاربون مع عبد الصادق بن عيسى يأتيكم من 2 إلى 5 على الساعة 1 بعد الزوال، مع الإعادة بعد نشرة 10 مساءً.